بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيشن ده يا جماعة بمنتهى البساطة راح نبريش الاثنين بوتونز، البوتون اللي اسمه سبميت اللي قيمته سبميت، والبوتون اللي اسمه ريسيت اللي قيمته ريسيت. تمام، كل القصة انا حطيت الديفيجنز كل واحد فيهم في ديف، وكل ديف مفروض مثلا على انا قلت له ان ده 6 عشان ده تبتدي من 6 الثانية، وحضرتك عارف المسألة بتاعت السايزنج والويتس والكلام بتاع البوتونز ده، ممكن تراجع الحلقات اللي فاتت. تمام، لو انا عملت كنترول اس وحاولت اشوف اللي انا عملته بريلود هلاقي ان هذه الفورم بتاعي. تمام، اوكي جميل. لو انا طيب ضغطت على سبميت هيظهر لي شويه المشاكل دول. ليه بقى شويه المشاكل دول؟ لان انا من فوق قلت له مستخدم النوفال ديت ديت جنب، فالمشاكل اللي ظهرت كانت خاصه بالحاجات اللي ريكواير ده اهو. انا مطلوب ده، انا مش ماتش اللي هو معمول له اجنور، بيجي كانه ما عندهوش اي مشاكل او كده. تمام، ديت جنب. فبمجرد ما حضرتك تكمل الداتا بتاعك الامور راح تمشي بشكل طبيعي جدا. تمام، اوكي جميل. النقطة الثانية كانت خاصة بأمر إضافي شوية، إن حضرتك عايز تظهر نص برضه يقول للمستخدم إن حضرتك عندك مشكلة في الفورم بتاعك. بنشوفها في أماكن كتيرة، وشفناها تقريبا في الناس في سكولوجي كسي ام اس، الناس اللي كانت متابعة معايا، هي بمجرد إن أنا نعملها ونشوف تطبيقها الناس هتفتكرها. طيب أنا هعمل ديفيجن وكلامي تحت الفورم على طول، ده النص اللي راح يظهر لو كان في مشكله فين؟ لو كان في مشكله في الفورم بتاع اليوزر، يعني مش بس هيدينه مشكله في الانبوت اللي فيه الفورم بتاعه بالاكسسبيلتي اللي انا بديها له، لا ده كمان مش هيرضى يسلم له الفورم وهيديله هنت من فوق يقول له خد بالك ده انت عندك مشكله في الفورم بتاعك، ان هو فيه مشكله. تمام؟ بشكل عام يبتدي ينزل هو يدور على ايه المشكله اللي كانت في الفورم بتاعه ده. لو كان الفورم حجمه كبير شويه هيلاقي ان المشكله اللي في الفورم بتاعه على حسب الاكسبيلتي، على حسب الامكانيات اللي حضرتك اديتها له والهنتات وسائل المساعده اللي حضرتك اديتها له، هيلاقيها متعلم عليها باللون الاحمر كاليرت، و هيعرف مكانها فين. تمام، اوكي. لكن ده الجانب الهزر في احلى الفورم، عشان كده انا مختار اني احطه تحت الفورم دايركتلي على طول. متفقين؟ جميل. هياخد البلجن اللي اسمه داتا ابايت ايرور. تمام، ديت اول نقطه. النقطه الثانيه هنديله الكلاس اليرت اللون الاحمر. تمام، عشان يبقى باليرت. تمام جيد. هنا بقى هبتدي اكتب النص اللي انا عايزه. تمام، وانا في قصه النص دي انا هكتب مثلا نقول غير there are some errors in your form. مثلا نقول please try to fix or solve. ايا يكن بقى النص اللي انا عامله، لو انا عملت refresh or reload هيقول لي ادي النص بتاعي. انا عندي مشكله. طيب هو كده الكره والدات ظاهر دايما، هو كده المفروض ان هو ما يظهرش. طب على فكره دات الكره يا جماعه، الناس اكيد فهمتني، هو الحاجه اللي بتظهر كده مجرد ما ان انت تكون في تمام. اوكي طيب، هو ظاهر دايما، هنحل المشكله دي اكزاكت، يعني هنحلها بديسبلاي. فهنروح انا هكتب ستايل بقى في سي اس اس ستايل. هي كده ستايل ستايل يساوي ما بين دبل كوتيشن، انا هستبع الخاصيه display وهديلها القيمه نون علشان ما يظهرش كده display نون. طب هو مش راح يظهر، بس actually راح يظهر لما يكون في no validate، لما يكون في اي تعارض ما بين الحاجات اللي انا كنت عامل لها required في قلب الفريم ورك. طب هو كده مش راح يظهر، بس مجرد ان حضرتك تعمل submit راح يظهر. ده لاني انا كاتب نو فاليديت، فالجانب ده مربوط بايه كده الفريم ورك يا جماعه، بيخلي الامور بيت اسهل. انا مش هتكلم في تفاصيل القضيه، بس كل المشكله كل اللي حضرتك محتاجه لو عايز تظهر ده تستخدم ديسبلاي نون. تمام، في حاله ان هو يكون في اخطاء من نوع معين خلاص عادي مش مشكله. الجانب الثاني بخصوص اني اضيف مثلا الايكون، اقول له اي بلس، هي كان اسمها
كان اسمها اف اي هايفن اليرت باين، اللي هي العلامة بتاعت التعجب دي يعني، انا حطها قبل النص بتاعي. وبالمناسبة الاي مش ايكون يا جماعة، الاي ده للوسم، الاي الانفاسيس اللي هو الكلام لما يبقى مايل. انا اسف جدا عن ان المعلومة دي قلتها بشكل غلط، لكن انا بنستخدمها عشان اخلي الهنت بجمايل او النص التلميح بتاعي بجمايل يعني. لو انا عملت ريلود عملت سبميت هلاقي اني ادي زي الوسم سبان. انا مش شرط احط نص معين يعني علشان يظهر معايا، بس انا بستخدم الوسم سبان علشان احط خاصيه، فاهمني؟ احط ستايل لجلاس، فعشان كده بستخدم سبان. انا بستخدم الوسم اي علشان احط الايكون ديت ده جيم. طبعا انا عملت ريسيت هلاقي ان الامور بتاعتي اتظبطت بشكل صحيح. لو انا كتبت، لو انا كملت الداتا بتاعي مش مشكله، ديت unrequired، حاولت اكتب هنا الحاجات بشكل صحيح وعملت submit، هلاقي ان الفورم بتاعي اتسلم من غير اي مشاكل والامور كده بقت تمام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.